السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بالخير والسرور متابعينا غالين، ويا هلا ومسهلا بالزوار ومشتركين الجدد. اليوم بناخذ لكم لفة على السريع على معرض أوتو سيتي. السيارات الموجودة عندهم أغلب السيارات وأغلب الشركات، زي هذا الـ RX، هذا 2018، هذا DD سعره بعد الضريبة ب 235,000. هذا اللي يجي شاشات خلفية وسقف بانوراما، والجنط جاي بالشكل هذا، وهذا بعد نفسه، تأكد لكم هو نفسه ولا لا. هذا لا ب 214، هذا فئة البي بي، وهذه المواصفات. طبعا 6 سلندر، قوة رحصنا 296، حجم الماكينة 3.5. طبعا في تغطيات كثيرة مصور جميع الفئات، وهذا توقع البي بي. هذولي أشياء مستخدمة، وعندنا بأخذ لكم لفة أول شيء من الجهة اليمين، هذا إكسبيديشن، شوف موديله كم. هذا موديله 2017 خليجي، سعره مع الضريبة 128,000. وعندنا هذا اللون الأسود، هذا مستخدم، وفي فورشينر هذا 2019، هذا سعره 121 ديزل هذا. وعندنا طول العمر هذا الرنج 2014 مستخدم. أنا بالعادة عاد ما أصور مستخدم، بحط لكم أرقامهم تحت بالوسط تقدرون تستفسرون منهم. هذا يا طول العمر جنب 18 ديزل بعد، هذا محجم الماكينة 2400 4 سلندر. هذه المواصفات ثبتها، سعره بعد الضريبة 143 ديزل، حجم الماكينة 2400. في ماكينة ثانية ديزل 2800 يصير أقوى. وهذا إكسبيديشن، هذا يا طول العمر السلامة نفسه خليجي، اتوقع هذا دبل، هذا دبل 128. وفيه اللون العنابي هذا بعد نفسه، وهذولي بعد شوفهم نفس بعض. عندك هنا الاكسبلولر، الاكسبلولر هذا 2016 سعره 100,000. وهذا اكسبيديشن من ضمن اللي قبل شوي شفناهم، فيه اشوف اكثر من لون. وعندنا يا طول العمر والسلامة اللكسس اي اس، هذه اي اس 350 وبريمي سعره 164,000. وعندنا هنا اللكسس اللي اس الموديل اللي قبل، هذه مواصفات، هذه 6 سلندر، حجم الماكينة 3005. عندك طول العمر والسلامة سعره 145 بعد الضريبة، هذا توقع ستاندر إذا سعره كذا فيها فتحة. وهذه بعد نفس الفئة، شوف لكم سعره كم، هذه ستاندر نفسه بعد، بس هذا عشان لونه أبيض سعره 149. ثبت الشاشة عشان تشوف المواصفات. وهذه جي اس لون تيتانيوم، عندك يا طول العمر والسلامة 2018 بريمي سعره 189. أنا بأخذ لكم لفة على السريع بحكم أن أغلب الفئات مصورها لكم من قبل، وهذه باللون اللؤلؤي جي اس، هذه 189، السعر هذا مع الضريبة اللي ذكرت لكم قبل شوي. وهذه الاس، شوف لكم اي فئة هذه، هذه الاس 350 سعره بعد الضريبة ب 309,000، وهذه المواصفات 6 سلندر، وعندك جنط مقاسه 19 باللون الابيض وفتحة. طبعا الاي اس هذه نفسه بعد ستاندر بريمي، طبعا اللكسس الاي اس هذه بريمي. وفي عندك الرمادي الغامق هذا، هذا وارد الساير،
هذه كويتية، هذه الساير سعره 289، هذه ما عليها ضريبة لأن طالع لوحاتها باللون الرمادي. ولا الاسر 500 الهايبريد، هذه صورت لكم موجودة بقسم الفيديو مصورة بالتفصيل، هذه دخليتها لون أسود هايبريد، هذه اللي تجي اف سبورت. طبعا في الاف سبورت تجي اذا جت هايبرد يعني قوه الاحصان 354 حصان، اذا جت الاس 500 البنزين قوه الاحصان 415 والجير 10 سرعات. وهذه الاي اس الجديده عدسه واحده، هذه جايه بلون جديد، جايه بلون جديد سقف بانوراما 6 سلندر بسعر 200 بعد الضريبه. طبعا انا مصور لكم كل فئات الاي اس، تجي يا بعدسه واحده او ثلاث عدسات للفل الست سلندر الدي دي. هذه باللون اللؤلؤي سعره ب 207,000 بعد الضريبه. طبعا فئاته هي تقريبا وارد عبد اللطيف جميل ست فئات تقريبا، صورت لكم كلها موجوده بعد قسم الفيديو. هذا الجنط يختلف، هذا 2019 سقف بانوراما ب 207,000، وعندنا طول العمر والسلامة، وهذه الجي واضح انه مستخدم لكسس ال اكس، في هنا وهنا شكله واضح انه 2018، سعره ب 399 بريمي، هذا مع الضريبة 399، داخليه لونه بيج فل كامل. الكازز الاس 2018 هذا اللون مكحل، الجنط اللي يجيك رمادي غامق مو مكحل، هذه الاس بريمي 320,000 مع الضريبة. وعندنا اللكسس سبورت ذهبي جميل صراحة، الذهبي على سبورت جنوط مكحلة، هذا سبورت 2018 أكيد سعره 400. وبالنسبة للكازا للإس موجود اللون الذهبي، وموجود هذا اللي وارد الساير، هذا البني الغامق جاي لون جديد، هذا كله ب 289، هذا 362 عشان مستخدم الجيب اللكسس، هذا بريمي نفس اللي صورتكم قبل شوي. وفي هذه بعد اغلب هذول اللي مصورهم قبل، هذه 2018 بعد الاس، هذه ب 309,000 من ضمن الفئات اللي صورتها لكم قبل شوي. وعندك الاي اس هذه بعد ستاندر، هذا مستخدم، وهذه لكسس اف سبورت مستخدم بعد ما شاء الله الذهبي. لو خيروك بين هذا ولا هذا الرنج روفر سبورت الاس في ار، طبعا يعتبر فئه وهذا فئه، بس كشكل ما شاء الله تبارك الله اللكسس، وكل واحد يقول الزين عندي. هذا سعره 409,000، وهذا الاس في ار ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. قد صورت لكم واحد اكثر من لون، احمر وازرق ورمادي وشي جاي لونين، والله يا عليه طرب مو طبيعي هالموتر ما شاء الله. خلينا نكمل لكم هنا، هذا الفورد اف 150، هذا موديله 2016 خليجي، سعره مع الضريبة 121,000. وعندنا هنا متسوبيشي، هذا أول شيء خلينا نشوف الفتك، الفتك حوض، هذا سعره ماشي 300 كيلو، هذا 2016 ماشي 300 كيلو ب 78,000. وهنا عندنا المتسوبيشي 2017 ماكينة 3800 سعره 104 مع الضريبة. الاكسوبلولر الظاهر انه نفس الفضي 2016
سعره 100 نفسه، والفورشينر نفس اللي صورت لكم قبل شوي. هذولي بعض المواتم مسوي لكم تغطية له من قبل. هذا جي كسار، عندك هنا نفسه هذا جي كسار بعد بدون حساسات أمامية، جنط حديد، كفر عريض، ودواسة ألمنيوم، مشارب مراية، مقابض نفس لون السيارة، ديزل. هذا سعره 186. وعندنا هذا سعودي واضح من شكل الدعامية، هذا ديزل 2017، سعره 226 مع الضريبة. هذا فيه فتحة برادو، أذكر أني واحد صورت زي هذا برادو 2019 168، 6 سلندر. هذا تأكد لكم أي 6 سلندر. هذا في الكدنزة هنا، في الكوريلا كدنزة، وهذا الكدنزة هذا سعره ب 84 2019. هذه ستاندر، وفي كوريلا 2019 مصورها من قبل. وعندك الجيكسار هذا ديزل، سعره ب 237 2017. وبس سلامتكم الغالين، ارقامهم وحساباتهم كله تحت بالوصف. فمان الله وبحفظ الكريم.